سعد مات رضي الله عنه متأثرا بجراحه يوم الخندق في سنة 5، وكان عمره 33 عاما. إذن هو في هذا الوقت كان في 30 من عمره، وكان سيد الأنصار وحامل لواء كتيبتهم في غزوة بدر، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في جنازته على أطراف أصابع قدميه. فلما سئل عن ذلك قال: لكثرة من شيعه من الملائكة ومناقبه رضي الله عنه مشهورة. فكان في 30 من عمره في يوم بدر. كم في الأمة من شبابها في 30 هو في الحق ما زال في الرضاع من حيث المسؤولية والتحمل، وهو ما زال طفلا من حيث العقل والفهم. كم في الأمة في 30 ممن هم غثاء كغثاء السيل. فرضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين، وبه تعلموا كيف انتصروا ولما، لأنهم حملوا الأمانة حملا صحيحا وأخذوا الأمر بالجدية المطلقة. فالأمر جد لا هزل فيه،